مساكم الله بالخير وهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سيدتي. إن شاء الله يا رب تقضون ساعتين حلوة وخفيفة ولطيفة بما أنكم جالسين وأكيد مجهزين قهوتكم ومروقين. خلونا نبدأ بأبرز عناويننا. الصين تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس طبعا المحلي. هل أصاب فيروس كورونا القطاع المالي؟ وبتشوفون كمان كيف نشرح للأطفال حجم الأزمة الحالية؟ فنان جعل من الرمال لوحات تخطف الأنظار. وأكيد غيرها من المواضيع بتشوفونها اليوم بحلقة سيدتي، تابعونا. خلونا قبل طبعا ما نبدا حلقتنا وفقراتنا اكيد ارحب زميلتي ريم مها. حياك الله مها. اهلا وسهلا. حياك الله يا رندا، واكيد ارحب مشاهدينا. اليوم عندنا اخبار جميله جدا وان أكيد. شاء الله ان في كمان اخبار ايجابيه باذن الله. اكيد كالعاده صحيح. راح نبداها باول خبر. نبداها طبعا بخبرنا الاول. الجوازات تتيح خدمه تمديد تاشيرات الزياره بجميع انواعها الكترونيا عبر منصتي ابشر ومقيم. طبعا اوضحت المديريه العامه للجوازات انها اتاحت بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ومن خلال المنصات الالكترونيه ابشر ومقيم خدمه تمديد تاشيره الزياره بمختلف انواعها للزائرين الموجودين داخل المملكه، طبعا لمده مماثله للفتره الزمنيه المحدده في التاشيره الاساسيه للاقامه حتى ان تجاوزت مده اقامتهم المده المحدوده طبعا 180 يوم. طبعا اكيد هذا خبر جدا جميل للمقيمين. اكيد طبعا يعني نظرا للظروف اللي قاعده تصير يعني شيء جميل ومدروس، واكيد يعني نتمنى السلامة للجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء. ننتقل للخبر الثاني اللي هو الصين تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس طبعا محلية. أكيد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بدء أول تجربة لقاح منذ أن قدمت الصين طبعا معلومات عن السلسلة الجينية لفيروس كورونا قبل 60 يوم، والصين تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس. طبعا هذه من الأخبار الإيجابية اللي تحتاجها. طبعا من الصور اللي كانت مؤثرة كانت صورة للشرطية الصينية وهي تضرب التحية الرسمية للطواقم الطبية الصينية اللي عادت من الأقاليم المصابة بالفيروس أو بفيروس كورونا بعد السيطرة عليه. صحيح طبعا يعني هذا زي ما قلنا من الأخبار الإيجابية أكيد، فالحمد لله وهذا خبر جميل للصين وللعالم أجمع بإذن الله. يعني شيء يبشر بالخير أن هذا الفيروس بدأ بالتلاشي بإذن الله، أو أن يعني كثير حالات تم علاجها، فالحمد لله أكيد. يعني نقول لهم دائما أو نقول للناس أنه يأخذون الحذر والحيطة ودائما يناظرون للموضوع من يعني منظور إيجابي، يعني هذا أهم شيء. طبعا حفاظا على سلامة المواطنين تم إلغاء موسم جدة، وهذا يعني شيء صراحة يعني لا بد منه أن الواحد يعني يهتم بسلامة الناس، والناس يعني لازم تتقبل هذا الشيء، وأكيد أنهم يعني طبيعي راح يتعاونون في هذا الخبر. صحيح. ومن الأخبار اللي تصير كمان 8 حالات تم شفائها من فيروس كورونا، وإن شاء الله بإذن الله نشوف المزيد بإذن الله. أكيد طبعا، فخلوكم معنا أكيد مشاهدينا مكملين باقي أخبارنا اليوم ومواضيعنا لكن بعد هذا الفاصل. لا شك بأن الأزمة العالمية المسمى بكورونا والتي اجتاحت العالم كله أكيد في وقت قياسي كان لها تأثير كبير على جميع
القطاعات ومن جميع النواحي أكيد، لكن من أبرز هذه التأثيرات الاقتصادية، فكيف يمكننا تفاديها أو حتى الاستفادة منها؟ وفق قواعد حضارية واعتماد أنظمة توفر الأمان للشركات الصغيرة والمتوسطة. أكيد يجاوبنا على هذه الأسئلة ضيفنا في الاستديو الأستاذ عبد الله المحسن، مستشار ريادة أعمال. حياك الله أستاذ عبد الله. الله يخليك، نورت اليوم. طول عمرك، نورك، الله يحفظك. بداية أستاذ عبد الله، خلينا نتكلم عن التأثيرات هذه، يعني هل فعلا كورونا أثرت اقتصاديا على القطاعات؟ وإذا كان فعلا أثرت، كيف أثرت؟ صحيح، أولا نقول نسأل الله العلي القدير أن تزول هذه الغمة وأن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه في ظل قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده، والجهود المبذولة من جميع القطاعات لتفادي انتشار هذا الفيروس. بلا شك أنه في كثير من القطاعات تأثرت، والتأثير قد يكون متفاوت، وفي قطاعات استفادت من هذا، يعني رب ضرة نافعة. نعم. المهم في هذا الوقت، لأنه يعني هذه في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، ما نعرف متى ممكن تنتهي هذه التداعيات. صحيح. ولكن خلينا نأخذ من البداية الأسواق العالمية بشكل عام، أسواق النفط، أسواق المال، كبريات الشركات العالمية تأثرت بهذا الشيء. المهم في مثل هذه الحالات عند إعداد، خلينا نتكلم عن موازنة عامة للعام المقبل، يعني في نهاية 2019 كل شركة كانت جهزت البادجت 2020. صحيح. يفترض أن كل الشركات تحط contingency plan ولا fund أو مبلغ احتياطا لأي أزمة طارئة. أي أزمة ممكن تحصل عندي بغض النظر. صحيح. وأنا أتذكر في شهر نوفمبر كان في برضو حوار، وقلت أنه هذه مهمة، أنه يكون في 20 إلى 25% من مصاريف مثلا التسويق او البادجت المخصص لها انه يكون فقط احتياط لاي طارئ مثلا يحصل عندك. نعم. فسبحان الله السنه هذه يعني حلت على الجميع. في قطاعات استفادت. كيف استفادت؟ يعني نجي مثلا على قطاع الستريمينج او البث المباشر، منصات المشاهده الاعلاميه. نعم. المنصات التعليميه ايضا، تطبيقات توصيل الطعام، الاغراض، يعني هذه اعتقد ولو الواحد يلقي نظره سريعه بس على متاجر التطبيقات يشوف عدد الداونلود وعدد الاستخدام. صحيح. حيبان انه فيه ناس كثيره جالسه في بيوتها. نعم. حفاظا على صحتها وصحه غيرها، وتستخدم هالوسائل المتاحه. شركات التعقيم كمان اكيد، شركات المستلزمات الطبيه. صحيح. والحمد لله أنه إحنا يعني يمكن ما نحس بإحساس بعض الدول، يعني العناية الصحية عندنا مجانا، ولكن في بعض القطاعات شركات التأمين قد تتضرر، بينما المستشفيات تستفيد أو مقدمي الخدمة الصحية إذا ما تم دعمها حكوميا. فبلا شك أنه هذه الأزمة تحتاج إلى آليات للتعامل معها، خلينا نقول على الأقل للخروج بأقل الأضرار. جميل. طب إيش دور يعني الأزمات أو حل الأزمات إذا نقدر نقول بالشركات الناشئة؟ إدارة الأزمات مفهوم مطبق عند كثير من الشركات الكبيرة، ويمكن سوق الـSMIs أو المؤسسات المنشآت الصغيرة المتوسطة قد لا يكون عندهم تركيز، أو لأنه الحمد لله يعني سوقنا دائما مستقر، ولكن لها أهميتها. طيب اللي عنده إدارة واللي ما عنده إدارة حنتكلم فيهم. اللي عنده إدارة أزمات أعتقد أنه طالما أنه خصص عنده إدارة للأزمات يفترض أنه يكون في أكشن بلان على أساس يتعامل مع أي ظرف طارئ. إحنا نتكلم على مشاكل أولا في الكاش فلو، التدفق المالي. أوكي. هذه بتعتبر مشكلة كبيرة، سداد الأجار والرواتب العاملين. صحيح. هذه لازم أنها تطلع من الريسيفبلز أو الأشياء الواردات المالية اللي تجي للمنشأة. أيضا آلية التعامل بالبيع الآجل، مش كل المحلات تبيع كاش، وفي ناس يبيعون كريدت، يعطيك كريدت 30 يوم 60 يوم. طيب الشخص اللي أخذ من عندي كريدت وما قدر يسدد، كيف الآلية، كيف أتعامل معه؟ وهذه نقطة جدا مهمة، هل أوقف التعامل بالكريدت وأفرض كاش؟ هل يعني هذه كلها تدخل تحت إدارة الأزمات. طيب اللي ما عنده إدارة أزمات لازم أنه يأخذ في باله هذه الأمور كاملة، وينشئ إدارة أزمات بدون الأهم فيها أنه بدون تكاليف إضافية. بمعنى من الموظفين الموجودين عندي أنا أشكل فريق عمل
واجتماعات مثلا يومية أسبوعية في اليوم مرتين، وناخذ في ما يسمى بال AAP اللي هي Adopt, Adjust, Proceed يعني تموضع مرة ثانية وكمل. العمل عن بعد حل، ولكن ما هو الحل المرضي، يمكن إما لضعف بنية تحتية في بعض الشركات ما كانت متجهزة لشيء زي كذا، ريموت لوكيشنز أحيانا مقدمي خدمات الإنترنت ما هم بجودة اللي في المناطق المكتظة، إذن في مشاكل كثيرة لازم إنه الواحد يأخذها في عين الاعتبار. بعين الاعتبار أكيد طبعا. بس أستاذ عبد الله، يعني إحنا دائما نحاول نكون إيجابيين قدر المستطاع، ولو الوضع اللي إحنا فيه ممكن يكون جدا يعني زي ما تقول صعب، فمن ناحية مالية، من ناحية الشركات المتوسطة والصغيرة، كيف ممكن يستغلون هذا الوضع اللي إحنا فيه أو كورونا بالأصح، أنهم يطورون من أنفسهم وأنهم يستغلونه ويحولونه شيء إيجابي يعني ممكن يفيدهم في المستقبل؟ طبعا مع هذه الأزمة اتضح لنا أهمية عنصرين كان يمكن فيه تغاضي عنها أو غفلة عنها. أكيد. العمل عن بعد وأهميته في مثل هذه المرحلة شيء جديد. صحيح. أيضا الاستعداد المالي لحالات الطوارئ، يعني احنا مثل ما قلت سوقنا مستقر ومناخيا مستقرين، ما احنا من البلدان اللي يجيها فيضانات لكن في بلدان العالم يحسبون حساب هالاشياء دائما، فهذه فتحت العين على هذه النقطتين. خلينا نتكلم كفرص استثمارية، لما نقول ايجابيا اليوم انا عندي فرصة اذا انا مهتم في التقنية انه ادخل في هالمجال. مجال العمل عن بعد يحتاج إلى بنية تحتية تقنية، يحتاج إلى إنشاء شبكات، يحتاج إلى يعني أمور عدة، يمكن مختصين في الجانب التقني بيفهمون فيها أكثر مني، ولكن هي فرصة استثمارية في نهاية الأمر. كذلك التطبيقات اللي تكلمنا عنها، تطبيقات توصيل الطعام، تطبيقات أيضا قيسي على ذلك أي شيء. اليوم الناس جالسة في بيوتها، طب اللي جالس في بيته عنده وقت كثير، ممكن أنا أعمل صيانة للبيت، صحيح؟ ممكن أكيد. استخدم تطبيق واجيب عماله اندلس او عدد لا منتهي من الافكار اللي ممكن تنتج من من من, من هذه الضائقه اللي احنا نمر فيها. فاعتقد انه فرصه سانحه للي حاب يدخل جديد او يستفيد من هذا الحدث اللي حاصل، وايضا فرصه للشركات انها تعيد تموضع نفسها بالاستعداد. صحيح. ايضا اهم حاجه في احنا تكلمنا عن اداره الازمات وما قلنا الاشياء المهمه اللي لازم يسوونها. صحيح. اول حاجه اللي عنده مثلا توظيف، ايقاف التوظيف، لانه هذا حيتطلب دخل اضافي على الاقل الى ان تبان الصوره بشكل واضح. الترقيات، التدريب، خلينا نسوي هولد على كل هذه الامور اللي حتاخذ مني فلوس وانا ماني ضامن اساسا البزنس يمشي. يزعلون منك الحين سلس. يزعلون منك اللي موعودين بترقيات والله. طيب في قصة حصلت في أحد المصانع الأمريكية، حصل كراش في السوق أو هبوط في السوق، والرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس إدارة هذه الشركة كان أمام خيارين، إما فصل موظفين أو حل آخر. فاجتمع بموظفين الشركة، وهذه من فنون إدارة الأزمات، وقال إحنا ما نبغى نخسر أي موظف، إنما إيش رأيكم بالتناوب بيننا بين كل واحد يأخذ إجازة غير مدفوعة على قدر ملاءة المالية. في ناس عندهم ادخار. حلو. بالفعل خلال 6 أو 8 شهور تقريبا ما نتذكر المدة، عدت الأزمة، الشركة ما حققت خسائر، جابت ربح بسيط، ولكن ما حد انفصل من وظيفته ولا حد. فان شاء الله انه الامور الى الان يعني نقول ان شاء الله انه اذا التزمنا بتعليمات وزاره الصحه خلال هالاسبوعين الحرجه جدا ان شاء الله باذن الله انه تعدي على خير. طيب ايش اهميه وضعيه الاستعداد؟ يعني احنا نعرف انه انت زي ما ذكرت انه ما في شركات استعدت، ما في يعني نقدر نقول انه ما كنا متوقعين انه بيصير كذا. ايش اهميه انه احنا الان خلاص احنا الان جربنا، ايش اهميتها الان؟ والله أنا أعتقد
يعني اللي لسه ما وضحت له الأهمية حتوضح له في نهاية الشهر لما يجي يدفع رواتب أو إيجارات. شفنا مبادرات يشكرون عليها بعض الأفراد اللي قاموا بمثلا إعفاء من إيجار أو إعفاء من دفعات، ونتمنى أيضا من الجهات المانحة للتمويل أنه تتعاون مع هذه نقطة ترى مرة مهمة، يعني لا تحكي فيها أكثر لأنه طلعت إشاعة أنه البنوك ممكن توقف، يعني هذه إشاعة مرة مهمة والناس تنتظرها، أنه البنوك وقفت لست شهور أنه أحد يدفع إقساط أي شيء هو ماخذه، مثلا تمويل شخصي تمويل. هو في مبادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ثلاث مبادرات حقيقة، واحدة من المبادرات ودعم من الدولة كان بمبلغ 50 مليار ريال لضمان تيسير أو تسيير عفوا الأعمال. أحد بنود هذه المبادرة إعفاء المقترضين من السداد لمدة 6 أشهر بالضبط، وأعتقد أنه حيتم لها إعادة دراسة في حال لا سمح الله حصل الأسوأ. لا سمح. ولكن أيضا لازم أنه البنوك تأخذ على عاتقها شوية، يعني أنا ما أقدر أتكلم عنهم، ولكن إن شاء الله أنه حتى يشمل قطاع الأفراد إن شاء الله. أنه كثير أفراد ممكن يتضررون من 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 هذا الوضع. أكيد. بدأنا نسمع بعض الشركات اللي أجبرت موظفينها على الإجازات صحيح. بدون راتب، وفي بعض المعايير اللي اتخذتها بعض الشركات لتفادي هذه الأزمة. أستاذ عبدالله، هذا الموضوع صراحة يعني يمكن يكون شوي أخذ يعني كثير وقت وكثير حيز وكثير ناس تكلمت فيه، اللي هو موضوع أن الشركة تجبر الموظفين على الخروج من العمل، أو مش الخروج عفوا، أنهم يأخذون إجازة من غير راتب، وكثير ناس زعلوا. يمكن تناقشنا وياك من قبل صحيح. في هذا الموضوع، فنبغى نتكلم، نبغى نشوف إيش لهم وإيش عليهم، عشان الموظف اللي قاعد يشاهدنا اللي جلسه مثلا الشركة إحنا ما نلومها، هذا شيء صار وخارج عن أيادينا جميعا، لكن هذا خلاص شيء صار ويعني مضطرين يسوون كذا لأنه ما في دخل صحيح. فإحنا نبغى نتكلم في هذا الموضوع، وإيش الإجراءات الصحيحة، وإيش الإجراءات اللي يتخذها الموظف والإجراءات اللي تتخذها الشركة. طيب، طبيعة التعاقد بين أو طبيعة العلاقة العمالية بين أي موظف وشركته أو مؤسسته أو قطاعه أو جهته حكومية أو شبه حكومية تخضع إلى نظام العمل العمال السعودي. بموجب النظام فيه إجراءات نظامية وفي إجراءات غير نظامية، بعض الشركات يمكن قد تغفل عنها، وبعض الشركات قد تجدها فرصة لأنه تمشي موظفين أو إلى آخره. لكن في حال أنه الشركة اجتمعت بالموظف وطلبت منه يعني بشكل ودي وبموافقة الطرفين وبشيء مكتوب معلوم المدة، محدد المدة، يعني أنت خلينا نقول نعطيك إجازة شهر من غير راتب ونتمنى منك أنك تراعي ظروفنا، يعني لازم برضو كمان الشركات تعرف أنها في موقف حرج جدا، والحق للموظف إذا ما كان فيه بند موافق عليه من وزارة العمل يجيز لها إجباره على الخروج بدون مرتب. لكن إذا كان والله من يعني من الباب للشباك، لا خلاص أنتم يا موظفين بكرة لا تداومون، ما لكم رواتب، هذا شيء غير نظامي. طب حصل هذا شيء غير نظامي، وأعتقد أي شخص اليوم عن طريق موقع وزارة العمل يستطيع أن يتواصل مع هيئة الخلافات العمالية وحيوصل رد بشكل سريع، لأنه النظام لا يجيز لأي مالك منشأة أن يتخذ خطوة من هذه الخطوات. طيب هل بعض الشركات يمكن تلجأ لها، معليش اخترن لا خلينا نطفش، علشان إذا قال والله بدور تدري أنا بستقيل علشان أخذ حقوقي ممكن، ولكن بشكل عام إذا ما كان هناك اتفاقية موقعة من الطرفين وبرضى الطرفين أعتقد هذا الكلام لاغي ولا يجوز نظاما. وفي حال أنه أحد وقع هنا خلص انتهى الموضوع خلاص، ولكن اللي خرج بإيميل أو طبعا ممكن يكون الإيميل لغة التواصل الرسمية بين المنشأة والموظف صحيح. ولكن إذا ما وافق على الإيميل أيضا يعتبر الحق معه. أوكي، يعني في أشياء رسمية ممكن هي الدينو صحيح. طيب لو جينا على هالأزمة أو مثل هالأزمات هذه، هل هي ممكن تفرض أو تخلق فرص اقتصادية جديدة ما قد شفناها؟ طبعا في كل
منشأة لازم يكون في حاجة اسمها بزنس موديل أو نموذج العمل. نموذج العمل هذا نموذج يعني متغير دائما مع تغيرات السوق، لأنه يعتمد على 9 ركائز أساسية مرتبطة ارتباط كلي بالمنشأة وبالسوق وبالمستهلك أو العميل النهائي. في مثل هذه الأزمات مثل ما قلنا تظهر أفكار جديدة، أفكار خلاقة. يعني خلينا نتكلم مثلا في 2008 في أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، في شركتين نشأت في مجالين مختلفة اليوم تعتبر من أكبر 100 شركة أمريكية اليوم. هذا فدائما الأزمات تخلق فرص معينة، ومثل ما قلنا اليوم شفنا فيه رايز أو فيه ارتفاع، المنحنى جالس يرتفع لبعض للخدمات الإلكترونية. وأعتقد حتى التلفزيونات اليوم الريتينجز أعلى إذا ما خابرنا، اليوتيوب، جميع الخدمات اللي فيها بث أو فيها لا تواصل حسي يعني عبر الأثير، أعتقد هذه كل مجالاتها بدعمها الفني بإخراجها بكل ما تحتوي. طب وين الشيء الجديد؟ يعني إحنا نتكلم عن أشياء موجودة، يعني معلش التوصيل كان موجود من قبل. نعم. البث والأشياء هذه برضو موجودة من قبل، لكن إحنا نبغى الشيء الجديد اللي ممكن إحنا الآن نعطي أفكار إذا ممكن، أو نعطي شيء زي ما يقولون يعني نوصل تفكيرهم شوي وننمي تفكيرهم شوي ونقوي ونقول لهم هذا ترى ممكن تدخلون بذا المجال الآن وقته، غير التوصيل والطلبات الإلكترونية. طيب. علشان نفصل كويس في النقطة هذه لازم نعرف الفرق بين التاجر ورائد الأعمال والمستثمر. جميل. سؤالك من وجهة نظر مستثمر يختلف إجابته عن وجهة نظر رائد أعمال، يختلف عن وجهة نظر تاجر. وجهة نظرك. من وجهة نظري أنا الشخصية، يعني أعتقد أنا شفت تطبيق أمس كان ما في داعي تروح للمستشفى، في أبليكيشن تختار الطبيب اللي تبغاه ويجيك البيت. جميل رائع. تكتب له المشكلة، ممكن مثلا يجيب معاه إذا أنت محتاج مثلا حقن معينة أو مغذي. أدوية معينة أو مغذي أو هذا أبليكيشن اليوم موجود في السوق، وأعتقد أنه الأبليكيشن يعني في الفترة الحالية ما مش متأكد، ولكن أنه يعني ما قاعد يأخذ كوميشن على هذه كخدمة للمجتمع، ولكن بكرة إذا يعني ويوفر أيضا ممرضات ممرضين عناية صحية كاملة، خدمات هذه فكرة. هذه فكرة جدا يعني جميلة. الواحد لو يجلس مع نفسه ساعة زمان في بيته مع الوقت الفاضي اللي ترى بتطلع أفكار كثيرة جدا. والله إحنا شعب نحب الضحك وانت عارف يا عبد الله، يعني بتلقانا شوي بنضحك نتعرف على أهلنا من جديد، يعني نسوي حرق نسوي فيهم مقالب، بس إن شاء الله بإذن الله الواحد لما يجلس مع نفسه لازم يطلع شيء جديد، لازم يطلع أفكار جديدة. أتوقع هذا الوقت المناسب. صح. أي أحد يفكر بفكرة. شكرا لك عبد الله، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، الله يحفظكم. هلا وسهلا. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. المصممة شاهد السعدون خريجة كلية التصاميم والفنون قسم تصميم الأزياء والنسيج بمرتبة الشرف عند الكثير من المواهب في شتى المجالات، وهي عضو كمان في اللجنة الاستشارية بقسم تصميم الأزياء والنسيج في جامعة الأميرة نوريا. أكيد يسعدنا أن تكون معنا اليوم عشان نتعرف عليها وعلى جديدها. حياك الله شاهد. الله يحييك. هلا وسهلا شاهد. قولي لي يعني كيف بتعرفين الناس عليك أكثر؟ أنا شاهد السعدون، خريجة كلية التصاميم والفنون قسم تصميم أزياء ونسيج، طبعا عضو في القسم وبرضو عضو في جمعية تمكين المرأة، هي جمعية جديدة وفي أكثر من شيء لكن كلها في البداية إن شاء الله، الله يسر إن شاء الله. طبعا هذا كان طموحي الحمد لله من أنا صغيرة وكنت أبغى هذا الشيء كثير. كنت ترسمين على الجدران ولا بس كتبتي بالورق؟ ما كنت أرسم، ما حتى يعني ما كنت أتوقع أني أبدأ في هذا المجال، إلا يعني صار لي شغف وحب فيه وهدف، وإن شاء الله أني أحققه بإذن الله. بإذن الله. كيف بدأ هذا الشغف شاهد؟ كنت بداية ثاني متوسط، أنا من عائلة متدينة الحمد لله، كنت أنا طبعا أحب الأزياء واللبس، فكنت أتعب أنا والوالدة عشان ألقى شيء يناسبني، يعني يناسب ذوقي وبرضه محتشم،
في نفس الوقت وشيء ساتر، فكنت أتعب الوالدة كثير، كنت أبهذلها في الأسواق يعني الله يجزاها خير، يعني هي أبدا ما قصرت معي. فمن ذيك اللحظة حسيت أني أنا أبغى أصير أنفذ وأصمم لنفسي والغير، يعني شيء على مزاج، شيء على مزاجي، وأوفر شيء مو موجود في السوق. جميل. يعني شيء يمثل الهوية السعودية وهويتنا الدينية برضو، يعني هذا الشيء اللي أنا أطمح له إن شاء الله، أني أوصل فيه العالمية أمثل المجتمع السعودي بهويته الدينية وموروثه الشعبي بإذن الله. السلام عليك. يعني وبنفس الوقت أنت تبغين تمثلين هويتك الدينية وهويتك الوطنية والسعودية، وفي والسعودية. نفس الوقت يكون شيء راقي وشيء أنيق، يعني بروفيشنال. يعني احنا شايفين انك ما شاء الله جايبة معاك مجموعة، نبغى نشوف يعني ايش الأشياء اللي ودك تورينا إياها وتعرضينها. أنا بتكلم أول شيء عن مشروع التخرج. احنا بشكل عام في القسم احنا يعني التدريس عندنا ما شاء الله يعني يشمل كل شيء. نعم. فاحنا ندرس كل شيء في التصميم، وفجبت اليوم حتى قطعة أنا مخيطتها بنفسي. ما شاء الله. فأعرضها ممكن؟ أكيد طبعاً. طبعاً هي تلبس على الوجهين. يعني طبعاً هذه خياطة يدي فمستر. طبعاً هو جاكيت يلبس على هذه الجهة. أعطيني أساعدك، أعطيني أساعدك. وبرضو يعني يلبس على الجهة الثانية، الجهة السوداء. خليني ألبس لك، أصير لك اليوم عارضة يا شهد، إيش رأيك؟ مرة حلو. أنا حبيت الجهة الأسود أكثر. الأسود مطرز عليها. واو. فهي تلبس تو سايد. مو ستيكر يعني. لا لا تطريز، تطريز. ما شاء الله عليك. وبرضو الكم يعني. طب إيش رأيك أزينه لك يا شهد؟ أعطيني. ارتاحي. وأنا بعرضك اللي تبغينه. الحين بصير أنا الموديل حق شهد. بس هذا فري سايز شهد صح؟ هو المقاس حقه لارج وسيع، وبرضه يعني مرة حلو ما شاء الله. تبغوني أصير موديل اليوم؟ تعال. ما تبغون أصير موديل؟ خلاص المخرج زعل. طيب هو حينلبس كذا. أوكي بس شوفوا من ورا. في تطريزة جميلة جدا من ورا. وطبعا هو برضه طويل روعة. كيف هذه كانت فكرتها؟ كيف جتك فكرتها؟ ما شاء الله عليك. والجيوب من جوا سودة كمان. كل سايد له شكل معين. طيب خليني ألبس لك على السايد الثاني. أن الواحد ما يكدس عنده أشياء. هذا التصميم. أكثر التصاميم عندي كنت حابة ذي الفكرة كثير. تلبسينها بطريقتين. طريقتين، حتى يعني مشروع التخرج برضو نفس الشيء. ما شاء الله. تعرفي ذي توفرين عليك ملابس. توفرين عليك مساحة رنة. ومساحة وملابس وأشياء زي كذا، فأتوقع هذا مره حلو للشتاء. والله مرة يدفي. وبرضو ينعكف الكم على الجهة السوداء. وينعكف الكم على الجهة السوداء كذا. لا أتوقع أني بصير موديل كثير سيئة، لكن اعذريني يا شهد أنا جالسة أحاول. والله مرة جميل. هذا صممتي للبنات بأي عمر؟ هذا طبعا يعني من للكل. عمر 17 أو 16 إلى عمر 30، يعني هو اللبس يعني يناسب الكل يعني. بس تصدقي حتى امهاتنا يحبونه برضه يعني، لان ما انا اشوف اللبس ما له عمر معين. أوكي. خاصه في هذا الوقت صح. حتى الحريم الكبار صارت اذواقهم يعني ما هي مثل الاول يعني. طيب شهد لو جينا نتكلم عن مشاركاتك، بس خليني عندي فضول صراحه اسالك. اقيم هنا مهرجان للفروسيه، هل كنتي من ضمن المشاركين؟ لا كنت ابي اشارك، لكن يعني اعتذروا من القسم قالوا انت عندك بوتيك فاتركي يعني مجال غيرك. صحيح. ولا كنت مره احب هذا الشيء، خاصه اني احب الفروسيه، وباذن الله انا اتمنى اني اصمم ملابس للفارسات السعوديات والفرسان. يعني انا احب يعني الفروسيه واحب الخيل، ويعني اتمنى اني انفذ ان شاء الله تصاميم في المستقبل لهم ان شاء الله يا رب نشوفك. وبناتنا ابدعوا ما شاء الله، كل تصميم يقول الزين عندي ما قصر يعني ما شاء الله. اكيد طبعا ما شاء الله البنات يعني ما قصروا، وانت ما شاء الله ما قصرتي يعني، شفنا القطعه قبل شوي والقطعه هذه كلها. نبغاك بعد تحكينا عن الشنط، يعني الشنط ما شاء الله انا لفتت انتباهي الخضراء لان فيها احمر يعني شكلها فعلا ملفت، فحكينا عنها شوي. الشنط براند دي كلوتش، احنا براند دي كلوتش براند كله اللي هو الجلود الطبيعيه الفاخره كلها بايثون طبيعي. نعم. وطبعا برضو جلود. اول تصميم لي كان معاهم هذا اللي هو اسمه روا. طبعا هو في شيء منه بالفرو شيء بدون، لكن ما شاء الله هذا خلص وما عندنا نوفر الباقي. هذا شتويه بحت يعني. بس روعه.
طبعا هوفر طبيعي وبرضه البايثون طبيعي. فالشنطه يعني التصميم طبيعي. عندنا في البراند كلها هاي كواليتي وهاند ميد يعني، والفينشنج حقها يعني هاي اند. وين تتصنع هنا يعني؟ لا تتصنع برا وبعدين تنباع هنا اونلاين وبرضه في عده اماكن بوتيكات. يا سلام جميل. في مثلا عندنا هذه شنطه توليد، هذه غريبه، هذه تلبس في اكثر من طريقه. يعني معها زي الستراب ممكن تعلقينها، ممكن انت تسكرينها وتصير كانها توليب من اسمها. واو. تصير تمسك باليد فقط. والله حبيتها، كثير انيقه يعني تشبه زهره التوليب. الله. كثير انيقه. وبرضه تقدرين بالستراب اذا وهي عمليه، وميزه الشنط عندنا كلها خفيفه ويعني عمليه. اي والله الشنط كسرت تشوفنا. ممكن تستعملينها في اكثر من يعني، حتى الشنط اكثر من طريقه يعني، أكثر ما شاء الله عليك. وبرضه هذا الستراب حقها في كل الشنط، حتى هذه الشنطه الكبيره تلبس زي الباك باج، وبرضه تلبس كروس. اوه مره تلبس كذا يعني بدون. طب شاهد خليني اسالك، هذه جلود طبيعيه؟ كلها جلود طبيعيه. طبيعيه. تموتون حيوانات وتحطونها؟ طبعا احنا عشان احنا مسلمين ما عندنا اسلوب اللي هو القتل البشع اللي ممكن تشوفونه في فيديوهات، وانا ما ايد هذا الشيء ابدا. لكن الدين يعني في الاسلام سمح لنا ان نستخدم الجلود والفراء وكل شيء، لكن بطريقه ما تأذيها. طيب انا اعتذر، لكن انا من المعارضين انه اكيد طبعا هذا رأيك. انه يكون في حيوانات تنذبح علشان نمسكها ولا نحطها على. طيب خلينا نبعد عن الشنط شوي. خليني احكي معك عن الاشياء اللي عندك. هذه اكسسوارات. هذه الاكسسوارات طبعا احنا في البراند عندنا اللي هي لكجري ايتمز، مو بس شنط. ممكن اي دي هولدر اللي هي النظارات، لان هذه الاي دي، بسم الله، هذه الاي دي هولدر في معها ستراب بس ما توفرت. وبرضه كلها بايثون طبيعي، والفينشنج حقها جدا يعني نظيف ومتميز. طيب. عندنا وبرضه الاكسسوارات اي نفس الشيء. هذه مره جميله، هذه كيف روح. طريقه تصميمها؟ التصميم طبعا هو خليني اشوف. طبعا هو سوارفسكي وبرضه نوع هذا كانه جلد بس ما هو جلد. جلد نوع من البايثون. لا مش جلد، يعني كانه مو جلد بس زي القشور السمك خاصه هذه. نفس بس قشور سمك. إيه كانه جلد. وهذه لا هذه بايثون. هذه روعه شوفها. اي هذه مره جميله بس هذه مش جلد احد صح؟ هذه نوع من اتوقع انواع قشور السمك. وهذه لا هذا بايثون. هذه روعه، هذه انا مره حبيتها صراحه. في اكثر حتى الجلد يجيك خفيف شهد و مره يعني حلوه والله، ما تحسينه يعلم. واو. حتى على يدك. أيوة عملي. الاحمر مره جميل. طيب لو نحكي عن اسعارك شهد، احنا نعرف انه اكيد احنا ندعم بناتنا وندعم اذا كانوا مثلا مصممات. ان شاء الله بعدين تعوضين الجلود هذا بالصناعيه. فهذا موضوع ثاني، بس اذا جينا نحكي احنا ندعمكم وندعم الشيء اللي انتم تعملونه، لكن المبالغ الساعات اللي يبالغون فيها البنات خاصه. صحيح. اذا كانوا مصممات يبالغون باسعارهم مره. صحيح. كثير. فكيف بندعمكم واسعاركم؟ عندنا مثلا هنا في براند دي كلوتش، هو مو لي انا فقط المصممه. الاسعار عندنا ما راح تلقينها اساسا في براند ثاني. البايثون اساسا اسعاره غاليه. صحيح. لكن عندنا اسعاره جدا معقوله، يعني الشنطه هنا 2600 عشان الفرو، هنا 1800 وشوي، هنا 2280. مرحلو. يعني الاسعار متناول اليد للجميع يعني، وبرضه يعني جوده عاليه. مره حلو والله. يعني اي صح، انا احس يعني معليش بس عشان تكلمت عن الاسعار، فاحس ان من جد يعني كما شاء الله بنتنا وبنت تصميمك انت، فانت يعني عارفه ايش البنت السعوديه والبنت الخليجيه بشكل عام تبغى. يعني الفرو، الجلد، الاشياء الفخمه في نفس الوقت سمبل، فانت تشكرين عليه. وانا اشوف اسعارها يعني معقوله. صحيح. بالنسبه للجوده اللي يعني احنا شايفينها ولامسينها ونشوفها. صحيح. قدامنا، فاحس يعني الجوده مناسبه جدا ما شاء الله. هم في البراند يعني قاعدين يشتغلون حتى من قبل لا ابدا معاهم. ايه. فابدعوا ما شاء الله من كل النواحي وما زالوا مستمرين. نعم. يعني الافضل ان شاء الله. نعم جميل.
طيب احنا نعرف ان في شخصيات معروفه يمكن لبست من تصاميمك، فاحنا نبغى نعرف مين هذه الشخصيات اللي لبست من تصاميمك شعر؟ ما شاء الله في كثير، يعني اولهم الاميره خلود صاحبه سمو الملكه الاميره خلود ممتازه الله يجزاها خير، يعني كانت داعم قوي جدا، ويعني حتى يعني وعدتني باشياء كثيره انه بيصير ان شاء الله في تعاون مع السفير قبرص وبيصير في اكثر من شيء، يعني هي احدهم، وبرضه صاحبه السمو الملكي الاميره منال، في منسوبات من الجامعه ودكتورات، وفي يعني سيدات من المجتمع، في كثير يعني وقفوا معي من بدايه ما افتتحت، ويعني ان شاء الله باذن الله استمر، يعني ان شاء الله باذن الله تستاهلين. يعني انا اشوف تصاميمك، انا اذا يسمح لي المخرج اقوم بس اعرض الفساتين لانها كثير حلوه. أنا إذا ممكن حتى أنا لفت انتباهي صراحة فستان، بس خليني أقول لك يا شهد أنا واحدة أعشق شيء اسمه فساتين، ف حياك الله من جد مرة أحب الفساتين، فأعذروني أنا بلف من هنا أقرب لي، هذا لفت انتباهي صراحة، بس لفت انتباهي من غير الجيوب، أحسب ما في جيوب، حسب بالجيوب هو إذا تشوفينه في اللبس مرة جميل، وبرضه مع حزام يعطي جمال. وين أروح لكم؟ وين تبغاني أعرضه؟ هنا، ايش رايكم؟ يا سلام، هو العكس. ايه هذا يعني لو تكلمينا شوي عن هالتصميم، احنا نحب ذا القصات كثير نحبها، خاصة اللي تجيك كذا لانها بتخسرك وبت يعني وسيع وبتخفى عيوبك، فهذه والله هذه كثير نحبها، هذه كثير تلبق لنا لانه ساعات نكون مرة متعقدين. فكيف تصممين او كيف تجيكي فكرة تصميمك؟ التصميم احنا عندنا بروسس معين، بالبداية لازم يكون عندنا كونسبت أو مصدر إلهام للتصاميم، ما أدري ممكن حابة أبدأ في مشروع التخرج وبعدين أبدأ على الكوليكشن حق صفير. عندنا طبعا هنا مشروع التخرج أنا استوحيته من اللي هو مرض ازدواج الشخصية، أو اللي هو يعني أنا خذيته بطريقة ثانية، ان الانسان ممكن يكون له اكثر من شخصيه في الحياه، في العمل، بين اصحابه، يعني وهي الشخصيه هذه طلعت انه يواجه مشاكل، ازدواج الشخصيه. انت طبعا اللبس هو كيف انا وظفت الكونسبت، انه يلبس على الوجهين، جهه سوداء رسميه وجهه بيضاء فيها حس فني، طباعه رقميه، رسومات تعبر عن اللي هو نفس هذا الموضوع حقنا، وبرضه في أبليك اللي هو اللي بروكن أبليك كثير حلو. أنتم لو تدققون هنا طبعا هذه الفلسفة اللي موجودة في اللي هي أنا اللي نفذتها في البروكن أبليك، هاي كلها يدوي أنا يعني نفذتها. شاهد متى بتعطيني؟ شاهد متمسكة بملابسها. تفضلي. يلا شاهد خلينا نعرضها لك. تحبين اللون الأبيض؟ لاحظت ليش؟ يعني إحنا قبل شوي نتكلم عن الشخصية وعن الأبيض، بس ليش الأبيض؟ هو اللي ينلبس برضه على الأسود، يعني هذه تلبس على الجهة البيضة وبرضه تلبس على الجهة السوداء، يعني تنقلب هذه. الله. فكلهم ينقلبون، بس أنا حطيتهم على الجهة البيضة لأن فيهم الرسومات. أنت أغلب ملابسك ينقلبون شهد؟ لا، بس هذه المشروع التخرج اللي في الكوليكشن ما نفذتها، بس إنه البنات يقدرون يستغلونه بكذا. أي اللي هو لأن أساسا أول شيء يعني تنفيذه هوت كوتيور، يعني صعب أي أحد ينفذه. برضه إنه يعني هو جمال برضو انك تقدري تلبسينه باكثر من طريقه. صحيح. الفلسفه في هذا النوع اللي هو البروكن ابليك، ان الجروح اللي في الانسان تطلع اجمل ما فيه، أو يعني تخليه اقوى. يا سلام. فهي كانها جروح لكنها اظهرت جمال القطعه وجميله. صحيح. لو كانت ساده ممكن بتكون كانت صحيح ممله. والله يا شاهد انا ما ادري ايش اقول لك، لكن ما شاء الله عليك، يعني احنا برضو مره في انا انبهرت صراحه من يعني الابداع، مجرد ما انك قطعه واحده تخلينها كذا بكذا شكل تلبس وكذا لون وكذا ستايل، والشنط ما شاء الله عليك، يعني انا اشكرك على الجمال اللي جبتيه اليوم معك الاستديو، وشكرا لحضورك شاهد، يعطيك العافيه. حياك الله. مشاهدينا مكملين معاكم باقي الفقرات لليوم، لكن خلونا نطلع فاصل. بعد لو أي حوار متداول هذه الأيام عن مناقشة الوباء العالمي الذي ساد صيته في الإعلام وأرعب الملايين حول العالم،
أنه كورونا، وبين تلك الأخبار المتناقلة والزخم في المعلومات المتداولة بغض النظر عن صحتها من عدمها، يجد الكثير أنفسهم في حالة من الإنهاك العقلي والذهني بل والجسدي. كيف لا وقد علقت المدارس واضطر الجميع للبقاء في المنازل في مواجهة، يعني مواجهة أكيد غامضة مع هذا الوباء ومع المسؤوليات المتزايدة مع التدريس ومع يعني ملء أوقات أبنائهم وملء أوقاتهم. يا رندا، يعني هذا شيء جدا مهم. أكيد طبعا كان ذلك مطلع مقال الأستاذة مها عبد الله الحقباني طبعا بعنوان بين طيات المحن تأتي المنح. طبعا يعني دائما نقول انه الكل محنه لازم تكون في شيء جميل بعده، حتى لما احنا نشارك اطفالنا، نشارك يعني الاسره لو تلعب صحيح. مع اطفالها وتشاركهم أكيد. الاشياء الجميله اللي هم يعملون بدل من ذا العقاب اللي احنا شايفينه، يعني مربطينهم ومسكرين فمهم، يعني لا ما نبغى كذا، احنا نبغى اشياء اكيد جميله. فحنتكلم اكثر عن هالموضوع مع الاستاذه مها الحقباني، محاضره بالطفوله المبكره في جامعه الملك سعود. حياك الله استاذه مها. اهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، شكرا على الاستضافه. اتوقع الاطفال يعني خلاص وصلوا الاهل لحد مو عارفين يتعاملون معهم، فايش الطريقه السليمه والصحيحه اللي احنا ممكن نتعامل معهم وكمان يعني نبلغهم بهالازمه هذه بطريقه شفافه وسهله لهم؟ جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني موضوع اليوم موضوع الحقيقة مختلف، وأشعر يعني مشاعر مختلفة وأنا جاية أشارك في هذه الحلقة. يعني العالم قاعد يعيش ظروف استثنائية لم يسبق لها يعني وجود في الكون قبل كذا. فالحمد لله أول وأخيرا على قضاء أو قدره. مهمة الأهل في نقل هذه الصورة اللي قاعدة تصير المرعبة بطريقة لطيفة محببة منطقية بدون أنا أرعبهم، لأن إحنا نافذتهم على العالم. فالآن اللي قاعد يصير على الواتساب والمعلومات والأفكار وحتى في الأخبار، يعني إحنا ككبار لو استمرينا نشاهدها وقت طويل يعني ممكن تأثر علينا سلبا، توتر، قلق، مخاوف، مصير مجهول. فالأطفال حرام لازم ما نعيشهم هذه المخاوف يعني كبداية في نقل هذا الموضوع. صح إحنا لازم نطرح معاهم الموضوع لأنه هذا اللي صاير، يعني كيف إنهم ما عاد صاروا يروحون المدرسة، لكن بدون ما أني أخوفهم وأرعبهم بده يصير عندهم مشاكل من نوع آخر. فهذه أول نقطة لازم يسوونها الأهل. الشيء الثاني أنصح الأهل حقيقة أنهم يبتعدون عن المبالغة في شوفة الأخبار. مرة توتر، يعني تخلي الإنسان في إنهاك عقلي، إنهاك جسدي، تخليه يعني وإحنا ما لا حولنا ولا قوة. يعني طبعًا. اللي قاعد يصير خارج العالم هذا خارج نطاق قوتنا وإرادتنا ويعني وأي ما نقدر نسوي شيء، لكن اللي داخل حدود بيتنا هذا اللي إحنا نقدر نسويه، يعني نتصرف فيه. فأطفالنا الآن عندهم وقت جدا طويل، يعني الأهل يعني بتلاحظون انتم الفتره اللي فاتت اصلا يعني صار في انفتاح شوي في المجتمع، فالناس ما عاد تقعد في بيوتها. فانا دائما اقول او يعني هذا كانت فحوى المقاله اللي تكلمت عنها، بين طيات المحن تاتي المنح. فالمنحه اللي جايه هنا انه كل اهل قد يكونوا فرطوا في السابق، قصروا مع عيالهم، نسوا اشكالهم، عندهم مشاكل معينه. الان هذه فرصه ذهبيه، ما عندك خيار. يعني احنا الفتره الاخيره صار عندنا اوفر تشويس، يعني وفرة في الخيارات في كل شيء. صحيح. في التسوق وفي الأماكن وهذا يعني الحمد لله معيار كويس للرفاهية في الحياة، بس أنه مو معقول أنه ننسى عيالنا في هالمقابل. فصار في خسائر كثير، وهذا الشيء يعني من خلال مقابلاتي للأمهات وتعاملي معهم. فالأمهات الآن كثير مضغوطين في البيت، يعني أنا أمس قريت جملة صراحة عجبتني، يقول لك الآن كل الناس أخذوا إجازات من العمل وارتاح، ما عدا الأم زادت أعباءها المنزلية. صحيح. وهذا فعلا أنا أعرف أنه تحدي، خصوصا لما يكون الأم عندها أعمال أصلا أو يعني مهام سواء تشتغل عن بعد أو شيء زي كذا. فكيف نتعامل مع أطفالنا وكيف نرتب الوقت معهم في البيت؟ بداية طبعا الآن في موضوع الدراسة عن بعد والمدارس اللي توقفت، يعني صار في ربكة الحقيقة. فبنلاحظ كثير من يعني جروبات الأمهات وكذا صار فيها كثير من اللغط وإشاعات بيصير، لا ما راح يصير. فأنا أنصحهم ابتعدوا عن كل هذا. هذا ما راح يسوي لأنه يسحبك لتحت زيادة. عيالك محتاجينك بكامل طاقتك، بكامل عطائك، بكامل تركيزك. أنا أعرف أن إحنا الآن يعني أنا حكي الأمهات وأنا منهم اللي قاعدين يواجه هالأيام جدا صعب. يعني الأمهات أشوفهم في الدورات تقول لك أنا يا دوب أقعد مع ولدي ساعتين في اليوم، ساعة.
فما بالك الآن 24 ساعة وما في أي فرصة للخروج ولا الاحتكاك ولا، فهذا تحدي ونصبر وبإذن الله أن الأمهات قدها. في أفكار بسيطة وحلول يعني بتساعد الأمهات كثير بإذن الله أنهم ينظمون وقت عيالهم في هذه الفترة حتى يخرجوا بأفضل النتائج. أنا أمس عملت استفتاء في حسابي على تويتر فسألت الأمهات إيش أكثر نشاط يسوون أطفالكم في هالفترة، فللأسف أكثر من 40% من التصويت كان على الألعاب الإلكترونية. صحيح. فهل يعقل أنه إجازة مفتوحة ما نعرف متى بتخلص راح نترك أطفالنا على الألعاب الإلكترونية؟ لا طبعا. إلى وين راح يوصل؟ صحيح. فمن الأفكار البسيطة اللي عملتها اللي هي حاولت أني أوزع المهام في 4 بنود رئيسية. أوكي؟ يعني إحنا نبغى من أطفالنا أنه يتعلمون أنه مهما كانت الظروف راح نتكيف وراح نقدر يعني نتعامل مع الوضع. في كثير الآن بدأت تنتشر أفكار وكذا كلها تنصب في محور اللعب والأنشطة والأشياء، هذا شيء جميل بس إحنا عندنا محاور أكثر نبغى نركز عليها. هذه الورقة بإذن الله راح تساعد الأهل أنهم يرتبون أفكارهم ويقدرون يحملونها من موقع الويب سايت www.mahalhaqbani.com. موجودة هذه الورقة أو يعني أشياء كثير بتساعد الأمهات في التحميل. المحور الأول عندنا علاقة مع الله، عندنا المسؤولية، عندنا المهارات والتعلم والابتكار والعلاقات الأسرية. كثير من هذه الأشياء ضاعت مع الأيام مع زحمة الحياة، نسوا الأهل أنهم يطورونها في أطفالهم. وبعض الأمهات تقول لك أنا ماني عارفة من وين أبدأ، أنا أدرس ولا ألعب ولا صح. ولا أسكت ولا هل يطاقون قدامي شو أسوي فيهم؟ أي. أنا أقولها هدى أعصابك. أول حاجة محتاجين نسويها أنه إحنا نرتب نفسنا، نعمل لنا خطة. الإنسان بدون نظام بدون تثبيت الأوقات بدون يحس أنه ضايع. فالفترات اليومية الأساسية وضعتها في هذا الجدول. أوكي. طبعا لكل عائلة ظروف ولكل أم طريقة. هذا اقتراح. أوكي. أيضا موجود على الويب سايت مالحقباني، لكن الغرض منه أني أنا أحط أوقات. يعني لازم نعرف هالقاعدة، الطفل بدون نظام سيشعر بالضياع فتزيد المشاكل السلوكية عنده. صح. وأنا متأكدة أنه هذا آخر شيء يحتاجون الأهل هذه الفترة. أكيد. فلما إحنا ننظم ونحط لكل يعني مثلا عندنا في الصباح فترة التعلم عن بعد، كل مدرسة الآن بدأت تطرح طرق والوزارة التعليم ما قصرت في هذه النواحي، فكل أم تبدأ تبحث عن أفضل طريقة لها في تدريس أولادها وتعتمدها في فترة صباحية. تقول والله أنا مثلا عندي من الساعة 11 لواحدة الظهر هذه فترة التعليم عن بعد. في نقطة مهمة جدا لازم يعني أنوه لها الأمهات، أنت ما تدرسين، أنت تشرفين. صح. لأنه هذه المواقع زي مثلا منصة عين التعليمية مجهود جبار. صحيح. فيها مدرسين حتى الدرس الواحد أكثر من مدرس يشرح الدرس. صح. غير أن بعض المدارس المدرسين صاروا يتعاونون ويشرحون عن بعد، فالشرح موجود. إذن إيش مهمة الأم؟ صح. مهمة الأم تهيئ المكان، تجهز عندها غرفة في البيت سميها هذه غرفة الدراسة، تجهز اللابتوب، البيئة، السماعات. صحيح. تحط الأقلام، تحط تهيئ الجو المكان. أوكي. تسوي جدول مثل هالنوع إذا حابوا يستفيدون من الأمهات أو يسوون جداولهم الخاصة. الجدول هذا يعطي الطفل انطباع أنه أنا عندي وقت للدراسة، عندي وقت سميته مشروع عائلي اللي هو من فترة من 1 إلى 3 الظهر. نعم. مشروع عائلي إيش أقصد فيه؟ أي عمل ممكن يأخذون أفكار من المهام الموجودة بالورقة الثانية هذه. مثلا مشروع عائلي نرسم مع بعض، نطبخ مع بعض. يا سلام. أي شيء تشترك العائلة فيه مع بعض. أوكي. بعدين نعطيهم فترة استراحة، يعني خلاص أنت حر سوي اللي تبغاه، يعني مو لازم دائما يكونون عندهم نظام ماشيين عليه. طبعا في فترة التعلم الإنجليزي مثلا بتكون منفصلة شوي عشان الطفل ما يقدر يدرس وقت طويل وراء بعض. في مثلا فترة الألعاب الإلكترونية مهم جدا إحنا نقننها، لأنه بدون تقنين الألعاب الإلكترونية وضع وقت محدد ما في شيء راح يفيد. لازم نشيلها، نحدد لها وقت محدد. بتشوفون أنا حطيت لها مثلا وقت هنا عندي بالجدول عشان الطفل لما يشوف أنه لا أنت ترى رغبتك مقدرة احنا حاطينها. أوكي. لكن إذا مثلا ما التزمت بفترة التعليم مثلا ترى أنت بتنحرم من هذه الفترة. لها وقت يعني حتى الفترة حقتك اللعب لها وقت. بالضبط. وقت الجد وقت اللعب. بالضبط. نعم. فهذه يعني آلية بسيطة إن شاء الله أنها بتساعد كثير أمهات. وحاولت أني يعني أحط أكثر الأفكار اللي أقدر عليها بحيث أنها تساعد الأمهات. الطفل برضو مهم أنه يكون هو مسؤول عن نفسه، فهذه مثلا مثال على خطة بسيطة. شكل خط أحد الأطفال. سواء ولدي الله يحفظه. ما شاء الله. أيوة. فالطفل مهم أنه هو يتحمل جزء من المسؤولية، مش الأم راح تسوي كل شيء. يعني إحنا بندرس ولا بنتابع ولا ما نقدر. أنت لازم
تحسسين أطفالك بالمسؤولية وبالإنجاز. صحيح. فالغرض من هذه الفكرة هي فكرة مبسطة من هذه الورقة، أوكي؟ ممكن هذه مثلاً تكون كل أسبوع الإنجاز اللي يسويه المربع هذا راح يسوي صح. انتهى منه خلاص. فهو الآن هو يركز إنه أنا والله عندي قرآن بركز عليه، عندي تعلم وعندي هوايات وعندي وقت للعب اللي أنا أحبه. ففي يعني الطفل يوزع الأولويات في الحياة أيوة بنفسه. نفس الشيء طبعا هنا في الورقة هذه برضو عندنا المربعات، الفكرة منها أنه أي مهمة تنجز على طول إحنا نعمل صح عليها. فالطفل لما يشوف أنه فترة والله مرت هذه الفترة وفي إنجاز كثير، هذا أكبر محفز له وتقدير للاستمرار. يعني مو لازم مثلا هدايا أو جوائز أو مكافآت، لا أنت الآن مسؤول عن نفسك، إحنا في ظرف كلنا وضعنا فيه صح. لازم نفكر مع بعض، نشركهم في المشكلة، نحاول نحلها مع بعض. ما نفرض عليهم هذه كفرض بطريقة دكتاتورية تخليهم لا يعاندوننا، لا احنا نبغى نجلس معاهم نجتمع نتشارك الأفكار، ممكن الأهل يطلعون بأفكار غير هذه. صحيح. الفكرة انه احنا مسؤولين عن هذا الوقت اللي الآن مع أطفالنا في البيت. صح. والأم لها الخيار، يا يضيعون أطفالها في هالفترة بأجهزة وألعاب وضيع وقت ونوم وسهر ولخبطة، أو أنها تستثمر الوقت تقرب منهم أكثر، تعرف عليهم أكثر، تطورهم أكثر، تعرف جوانب القوة فيهم أكثر. وهذا اللي مطلوب مننا، يعني من الخوف والقلق والجزع ما له مكان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ب يعني التطور والعطاء حتى آخر، حتى لو قامت الساعة، فما بالكم إحنا لسه إن شاء الله، يعني ان شاء الله الدنيا بتتحسن والامور فهي فتره مؤقته وان شاء الله انها من حما نعرف. يعني يمكن الاهل بعد هالفتره بيصير في علاقه ايوه نقله نوعيه ان شاء الله في علاقاتهم الاسريه. طبعا مها يعني ما شاء الله عليك انت، يعني اثريتينا ومعلومات كثير قلتيها، ما حبيت اني انا ابدا قاطعك لان فعلا كل كلمه قلتيها في محلها ولازم الامهات يسمعون، لازم من جد ينفذون، مو بس يسمعون انه عندهم المعلومه. كثير ناس احنا نعرف اشياء، نعرف خطط، نعرف اشياء جميله زي كذا، لكن صعب التنفيذ بالضبط. العزيمه صعبه، فانت لما تحفزين ما شاء الله عبر منصاتك يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ومن هالمنبر كمان برنامج سيدتي، يعني احنا نصر على الامهات. يعني في امهات كثير للاسف تقول خليهم على الكمبيوتر، خليهم على البلاي ستيشن، خليهم على الايباد، انا اهم شيء انا ارتاح ولا انا اخلص شغلي ولا انا مثلا اطبخ ولا ايا كان. فيعني ما شاء الله عليك ابدعتي، لكن الكلام في التنفيذ يا مها. بالضبط. يعني احنا نبغى نعرف ونوصل للام الان اللي تشاهدنا كيف تبدأ في التنفيذ؟ إيش الخطوة الأولى عشان تنفذ هذا كله، كل هذا الجمال وكل هذا الاستثمار جميل. في الوقت؟ أنا يعني أشدد عليك فعلاً إنه دائماً الأفكار موجودة بشكل كثير، ما في الأمهات حتى ممكن هي نفسها يكون عندها أفكار، لكن الالتزام والتنفيذ. أنا أعتقد الأمهات اللي خليها يعني تتراجع، أما أنها تكون يعني زي الآن كثير استفسارات وردتني، إيش نسوي؟ أنا عندي شغل طيب. يعني الظرف اللي إحنا فيه أنا أعتقد إنه ظرف يعني ما صار قبل، ففي أولويات الآن تطلع عندي. طبعاً. أولوية البيت، وأصلاً الأم لن تستطيع أنها تشتغل أو تركز إذا عندها يعني ظروف عائلية متلخبطة يعني. أكيد. فأول حاجة تجلس مع أطفالها جلسة. تشركهم في القرار، إيش رأيكم؟ كيف تحبون ننظم اليوم؟ والله انا مثلا وجدت هذا الموقع، تطبع لهم لو حبت من الويب سايت الاشياء جاهزه، هذه جاهزه وموجوده على موقعك ابدا. يعني والله اشتغلت عليها هاليومين وحطيت فيها بنود مناسبه لهذا الظرف، حتى سهله. أيه. سهله قراءتها، وحبيت الايكونز اللي انت حاطتها، يعني حاطه عند كل مثلا في الاستراحه حاطه احد يلعب كوره يعني او في نحاول عشان تكون قريبه للطفل انه توصل لهم. اي طبعا. وتتعلق هذه في البيت على سبوره او في مكان، والطفل يصير يعني يلتزم فيها. طيب بتجي امهات تقولوا لي انا ما احب الجداول، انا ما احب التزم بالجداول، تحطي لي جدول. صح. اقول لها اوكي منطقي، لانه المدارس تحط جداول تلتزم فيها، البيت صعب في ظروف متغيره. احنا الان حطينا فترات اساسيه لو تلاحظون، انا ما حطيت، انا صعب علي التزم حرفيا لانه بيصير علي عبء يوترني زياده انا كأم. صح. انا بحط فتره اساسيه اسمها الصباح، ما عندي كلام، عندي انا دراسه. طبعا هنا لا يفهمون الامهات اني انا قلقه على التعليم، انا ترى مو قضيه التعليم، لان هذه مشكله ازمه يعني عالميه والكل، انا قضيتي ان الطفل يتحمل المسؤوليه.
صح بالضبط. وبعدين اذا ما جلست يتعلم وحس بدافع من داخل انه انا ابغى هل يعني المعلومات الحلوه اللي انقطعت عنها الان اذا ما حس فيها يعني مشكله. صحيح. فانا ما همي ترى الدرجات ولا همي الاختبارات بتجي ولا ما راح تجي، مو هذه قضيتي، هذه قضيه وزاره التعليم تتخذ فيها قرار. صح. انا قضيتي ان الطفل ما يتعلم انه اوف اخيرا فكه من المدرسه. صح. انه في كل مكان حتى بتشوفون كتبتها هنا سنتعلم ونتطور بكل وقت وظرف ومكان. يا سلام. التعلم ما له وقت ولا محصور بمكان ولا محصور حتى بوقت. فأي ظرف احنا فيه راح نقدر نطلع فرصة، وهنا يجي التفكير الإبداعي في أننا أدور الطرق الأمثل المنصات التعليمية الأقرب لي عشان والأم تحتاج قبل أي شيء هي تنظم نفسها تعرف أي منصة بتختار عشان تعرف توجه أطفالها لهالطريقة. فهذه الفترات هي فترات زي ما قلت أساسية، لو احنا يوم مثلا عملنا سكيب الوحدة ما صارت ما هي مشكلة، بس على الأقل أنا عندي كم؟ أنا عندي فترة مفتوحة. صحيح. وعندي كل يوم عندي وقت جدا طويل، فلو قدرت ألتزم بهذه الفترات 70% ممتاز جدا، ما حد يقدر يلتزم فيها 100%. صحيح. بس على الأقل في ستراكتشر لليوم، في كذا يعني في هيكلة عامة أنا ألتزم فيها، والأطفال هم بنفسهم اللي يجون يعملون تشيك ليست. صح. فلما احنا نخلص هذه المهام مثلا ممكن تخلص معاي في أسبوعين مثلا. جميل. جميل جدا، بنشعر بانجاز كلنا كعائله مع بعض لانه هذه مهام مشتركه. ممكن بعدين احنا لانه الابداع عرفت فكره تولد فكره نروح يلا نسوي مهام جديده وهكذا، فيمضي الوقت في مهارات تطورت الدنيا، لانه لو جلسنا نتابع الاخبار ونحزن على اللي صاير يعني احنا كده احنا قاعدين نسحب نفسنا وعيالنا وعائلتنا لورا، واحنا مسؤولين عنهم امام الله يعني، ولازم نجتهد في هالمجال على الله يعني يفرجها ان شاء الله. امين امين. طبعا في الموقع برضو انا حطيت ملفات مساعده فيها انشطه افكار كثيره ممكن الامهات يرجعون لها تساعدهم في عمليه الافكار. انا حقيقه احب اقول كلمه للامهات، انتم شفتوا قبل شوي الصوره هذه اللي انعرضت الام اللي مربطه اولادها. أيه. عند أيه. في كثير الان من الامهات وبدينا نشوف بعض المقاطع والنكت اللي تطلع، الطفل يعتذر من الام يقول لها انا ادري ودك اني اروح المدرسه بس معليش والله احنا مضطرين. الأم اللي وصلت لعيالها هذا الشعور يعني لازم تتراجع. ما تحسس أطفالها أنهم عبء عليها. صح. تحسس أن إحنا كلنا في يعني في مشكلة ونبغى نطلع فيها حلول، وإحنا بالعكس خلي أطفالهم يعني، لأنه بعض الأطفال الآن صار يحسون أنهم يعني مشكلة على الأهل وعبء حرام. وتتأفف منهم أو تقول أنتم فحرام يعني الطفل هو نفسه ضايع. صح. هو نفسه متلخبط ترى هو نفسه قاعد يعيش ظروف مبهمة طبعاً. فهذا الكلام بيزيد الأطفال. من الأشياء اللي بتساعد الصور اللي شفناها قبل شوي غرف الألعاب أو الأماكن المهيئة للعب، اللعب الخارجي مهم نركز عليه خصوصا الآن بقل الخروج. صح. فمهم يكون في يعني الأمهات الأب يعني لازم ينتبهون مع أطفالهم. أنا حطيتها هنا في المسؤوليات بس مهم نركز عليها اللي هي مثلا تجهيز مكان الدراسة والعمل وتجهيز مكان اللعب. مرة حبيت بصراحة كل ما أنت نظمتي مكان وأشت أنشطة أثريتي فيها البيت ساعدت الطفل أنه كل ما مل يتأقلم كل ما مل يروح يلقى فكرة يلقى هنا فرصة يلقى هنا شيء. صح. لكن لو صار ما في أي يعني أي أفكار أو أي الطفل شو بيسوي؟ يا بينشغل في البكاء أو الأجهزة. صحيح. أو بيروح يتضارب مع إخوانه أو يضايق أمه ويصير في عبء على الأم من وين ولا من وين وتبدأ المشاكل تزيد. فالجدول اللي عملتيه كثير حلو مها، حبيته من جد. وانت محددة الساعات يعني انت بداتي من الساعة 10 الصباح الى الساعة 10 المساء وقت النوم. بالضبط. يعني انا حاولت احط وقت يعني منطقي الان يعني يمكن في ناس تصحى ابكر او تتاخر بس عموما 10 على حسب الجدول اللي متاح لكم وعلى حسب أيوة. جدولكم ونومكم والاشياء بالضبط. اللي انت بتعملوها. يعني كل ام هي لها طريقتها في التعديل. مره جميل صراحه يعني مها، نتمنى ان شاء الله انه الامهات يلتزمون فيه، ونتمنى كمان انه الاطفال كمان يعني اذا انت ما تبغين تطلعين على الموقع على الاقل خلي طفلك ممكن يستفيد منه شوي. بالضبط. شكرا لك مها، شكرا لوجودك معنا اليوم. حياكم الله. شكرا لك. هلا وسهلا. هلا وسهلا. خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين مكملين. بعد الفاصل في فقرة أخبار العواصم من مجلة سيدتي راح نشوف خبر ومقاطع عن كيف يتحدى الإيطاليون فيروس كورونا. خلونا نتابع وأكيد راجعين. Porte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampagnando per tu l'ete,
كمان وبابا دفع وردم تو فال امريكانو 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 سيندا ميكي دو فافان تو وي فيفير على مودا ما سي بيفي ويسكي ان سودا بود سيندي ديستورباب تو ابالو روك ترولا تو جوغا بيسبول Nei sord beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si enda a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. يعطيكم العافية مجلة سيدتي على هذا التقرير الجميل والمتنوع كالعادة. يعني أنا أكثر شيء عجبني يمكن الإيطاليين كيف يعني كانت ردة فعلهم جميلة وطربية بالأصح، كانوا يغنون من شرفات منازلهم ويعني من غير ما ينزلون للشارع، كانت جدا جميلة. وكمان نعرف الملكة إليزابيث غادرت قصرها اللي تذهب إلى قصر ثاني بس عشان يعني كحماية لها، فيعني كمان هذه مبادرة يعني جدا جميلة، ويعني هذه الأخبار ممكن أنها تكون إيجابية. أكيد أكيد إيجابية مها، وكمان يمكن زي ما ذكرت الملكة إليزابيث مرة حبيت أنها كيف انقلوها، من جد الكبار مرة مهم أنهم ينعزلون، صح. مرة مهم كمان أنهم يكونون بمكان آمن، وإن شاء الله نتمنى السلام، بس اتبعوا أربع خطوات الصحة قالتها، صح. يعني فيديو مرة صغير أربع خطوات بطريقة مرة سهلة، وإن شاء الله بإذن الله كلكم بأمان بإذن الله. آمين يا رب. طبعا خلونا نطلع فاصل، أكيد راجعين بعد الفاصل. ضيفتنا لليوم قادها شغفها إلى تأسيس خدمة للرعاية الطبية المنزلية، أكيد راح نتعرف عليها وعلى مشروعها اليوم في الاستديو، الأستاذة خلود الحربي، أخصائي أول عناية مركزة والمؤسس المدير العام لشركة إيثار للرعاية الطبية المنزلية. حياك الله خلود. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أول شيء نورتينا وشكرا لحضورك اليوم. وجودكم والله الله يعافيكم. خلود، خلينا شوي نتكلم عن إيثار، إيش الخدمات اللي تقدمها، من المستفيد؟ طبعاً إيثار خدمات رعاية طبية منزلية. جميل. بس أول ما يجب بالكم رعاية طبية منزلية يجب بال الواحد كبير في السن. أكيد. معاق، أحد ما يقدر يروح، فرعاية طبية أولية بتجي لين البيت. وبالعادة ترتبط بالتمريض، ترتبط في نوع من أنواع الأطباء بحيث يزوروا الكبار هذول اللي ما يقدروا يروحوا. بس الآن مع تطور الحياة صارت كل شيء ممكن يصل لين البيت. أكيد. فما بالك في الرعاية الطبية. ففكرة إيثار معناها أشمل
من أنه رعاية طبية منزلية لفئة محددة. نعم. طبعا فئة الكبار في السن هي فئة غالية على قلوبنا وفئة مهمة جدا وتأخذ حيز كبير من برامج إيثار، لكن إحنا معنانا أشمل، يعني أي أحد أي فرد في المجتمع ممكن يستفيد من الرعاية الطبية، وأيضا أي فرد في المجتمع ممكن يستفيد من الرعاية الطبية، مو شرط يكون مريض أو يحتاج يعني رعاية طبية، ممكن وقائية. صح. ممكن تحاليل مخبرية، ممكن أي برامج وقائية، ممكن حتى تدريب وتدريس، ممكن النساء بعد الولادة أو قبل الولادة تثقيف، عندنا برامج بعد الولادة أيضا، برامج النساء والولادة والتثقيف والرضاعة الطبيعية ومشاكل المرأة بعد الولادة والعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي طبعا هو أخذ حيز كبير من إيثار، يعني يمكن بحجم أولا يمكن لأنه كان الاحتياج كبير، وقدرنا في إيثار بالفريق اللي موجود في الإيثار، يعني على فكرة الفريق اللي موجود 90% سعوديين، مش فريق العلاج الطبيعي 100% سعودي، ما شاء الله، فأنا فخورة فيهم صراحة. فريق العلاج الطبيعي في إيثار أخذ أكبر حيز في إيثار صراحة، لأنه عنده مجموعة مهارات وكورسات تغطي كافة الاحتياجات، احتياجات الناس اللي عندهم حالات مزمنة مثل كبار السن والناس اللي عندهم حالات حادة مثل الإصابات الرياضية وبعض الإصابات الحادة. هو في عندنا واحد من الزملاء بس ينكسر، عرفتي، فأتوقع بتفيدوا ذا الخدمة كبير. فخليني أسألك، أنا أعرف أن أنتم تشتغلون 24 ساعة، الخدمة موجودة 24 ساعة، فأبغى أتأكد من هالمعلومة. كمان أبغى أعرف، مو سهل الناس تثق فيكم إيثار، يعني كرعاية طبية منزلية، أنتم بنيتوا ثقة الناس، أبغى أعرف كيف بنيتوها. طيب خليني أجيب لك إياها يعني من السؤال الثاني للسؤال الأول. هي. ثقة الناس لا زالت، وأنا أعتقد اللي يقول وصلنا لثقة الناس هذا يعني ما أعتقد أنه وصل، لا، يعني في كل خدمة لازم نبني ثقة. صحيح. في كل مرة لازم نبني ثقة، وإذا وصلنا للثقة هذا عبء علينا أكبر بحيث أنه نحافظ على الثقة هذه. إحنا ما فتحنا 24 ساعة إلى الآن، في صدد أنه نفتح 24 ساعة بحيث أنه زيارة الأطباء تكون لمدة 24 ساعة، بحيث أنه أي أحد ممكن يحتاج طبيب العائلة أو الجي بي. صحيح. ممكن يجي في خلال نص ساعة ماكسيموم، لكن الآن إحنا إلى تقريبا 10 بالليل فاتحين. جميل. يعني هذا شيء جميل، ويعني زي ما قلتي وتفضلتي في البداية، أحيانا في ناس ما عندهم وقت، ما يكون مثلا إنسان مقعد أو إنسان كبير في السن، لكن ممكن تكون أم، ممكن تكون عاملة، ممكن تكون ما يعني تحتاج أحد فعلا رعاية طبية في المنزل، تحاليل، مش شرط شيء يعني ممكن تكون أزمة صحية أو حاجة، ممكن تحاليل عادية. فأنا أشوف أن هذا شيء جدا جميل، وفعلا نحتاج هذا الشيء كثير. لكن نبغى نعرف ايش الشيء اللي تبون توصلون له ان شاء الله في المستقبل، ايش الطموح، ايش طموح ايثار، ايش هدف ايثار في المستقبل؟ دائما الناس يتوقعون انه احنا بديل عن المستشفى. صحيح. احنا مكملين على المستشفى ولسنا بديل. صحيح. يعني احنا خلينا نقول دائره 360 درجه. نعم. احنا لنا موقع في الدائره هذه. نعم. فاحنا مكمله ومن حلقات المكملين للنظام الصحي في المملكه، أتوقع في العالم كله الآن بدأ ينتشر الرعاية الطبية المنزلية. الخدمات اللي نوجدها والخدمات اللي ممكن نوصلها للناس، أولا إحنا حريصين على نبني الثقة بحيث أنه تكون خدمات على أعلى مستوى. الكل أتوقع في الرعاية الطبية، وأي أي أي ممارس في الرعاية الطبية يكون عنده معايير طبية معينة تضمن واحد سلامة المريض، اثنين انه تقديم الرعاية الطبية بحيث انه المريض يكون يستفيد من الرعاية الموجودة. هذه موجودة في إيثار ان شاء الله، وموجودة في جميع، بحكم ان الوزارة يعني من خلال المتطلبات والتصريحات اللي قدمناها للوزارة بحيث ناخذ هذا التصريح، ضمنت الوزارة بحيث انه نقدم الخدمة على اعلى مستوى وبشكل آمن لكل العملاء في المنزل. من خدماتنا ممكن انه المريض يطلع من المستشفى نكمل له للبيت، وممكن احيانا في كثير من الحالات لا احنا نوديهم المستشفى، نقول لهم احنا ما نقدر نخدمكم في المنزل، ممكن تروحون المستشفى ويكملون علاجهم في المستشفى ويرجعوا بنكمل علاجهم في البيت. بما انك ذكرتي ذا الموقف خلود، يعني اكيد مريتوا بمواقف كثير بإيثار من خلال رعايتكم المنزليه، ابغاك تذكري لنا بعض المواقف اذا ممكن.
والله احنا بحكم انه 90% مننا سعوديين فندخل بيوتك، ودائما اقول دائما ما حك جلدك مثل ظفرك، يعني أكيد. احنا اكثر ناس يحتاجنا المجتمع انه ندخل كعيال البلد، ندخل البيوت ونعرف نتعامل معهم. صح. طبعا واجهنا حالات انسانيه كثيره، واجهنا حالات صحيه كانت صعبه، تعاملنا معها الحمد لله بكل احترافيه، وتعاملنا معها بكل انسانيه بحكم انه ليه عندنا مسؤوليه مجتمعيه. يظل العائد ربحي، لكن في وقت من الاوقات الربح يهمش، يعني بجانب المسؤوليه اللي عندنا المجتمعيه اللي عندنا. فمواقف كثيره طبعا، بس بحكم انه كمان احنا مؤتمنين على مؤتمنين على سريه العملاء والمرضى، فما نقدر نطلعها كلها، لكن كل يوم تقريبا عندنا موقف. جميل. فتتخيلي انه انت تدخلي كل يوم اكثر من 100 بيت. أوه. فاكيد في كل بيت في موقف، لكن عموما واجمالا يعني حابه اضيف شيء مره مهم. اول ما اسست الشركه كان عندي مشكله كبيره انه استقطب البنات السعوديات. نعم. بحكم انه الاهل هم كانوا خايفين عليهم والتحفظ اللي كان موجود. الان البنات السعوديات من اكثر البنات المستمتعين في الخدمه المنزليه، كله يعني شيء مختلف تماما عن الروتين المستشفى. ولما يدخلوا اهلنا، انا عارفتهم، اهلنا دائما مضيافه. صحيح. فانت جايه تخدميهم، هم بيحطوك بعيونهم وبيخدموك. فدائما الرعايه الطبيه المنزليه في السعوديه من اتوقع انا اشتغلتها طبعا في بريطانيا من امن الوظائف اللي موجوده في السعوديه صراحه. جميل. ففي النهاية خلود، هذا عمل إنساني. أكيد. الطب بشكل عام إنساني، فمستحيل، أنا ما أعتقد أن في طبيب في الدنيا ممكن أنه يتأخر لو ثانية إذا لقى أحد محتاجه، سواء كان مادي ولا مش مادي. أكيد. في الطيارة شفناها، في المطاعم يمكن شفناها، في أماكن عامة وناس ما تعرفهم وانت مش مستفيد اي شيء، فيعطيكم العافيه. لكن كمان نبغى نتكلم خلود عن الوضع الحالي، كورونا والوضع متأزم، كيف قاعدين انتم كايثار وكطاقم طبي بالممرضين؟ صحيح عندكم ممرضين اكيد وممرضه، ممرضين واخصائيين واطباء، يعني طاقم طبي كامل نقدر نقول، كيف استعديتوا لهذه الحاله؟ طبعا بالبدايه احنا استعدينا انه نستعد انفسنا، انه نحمي ونقي انفسنا اكيد علشان نقدر نساعد غيرنا. فطاقم كامل يتم فحصه يوميا. نعم. وبشكل دوري ناخذ تحاليل منه وفحص مستمر، وايضا العملاء يتم فحصهم عن طريق انه نتصل عليهم نكشف اذا هم كانوا خارج المملكه لفترات معينه، وكثير من الوسائل الوثائق الوقائيه اللي يقوم بها الفريق تجاه نفسه وتجاه العميل. طبعا احنا مطبقين جميع تعليمات وزاره الصحه. نعم. من ناحيه الوقايه، من ناحيه لبس اللي احنا نسميها البي بي اي اللي هي البيرسونال بريكوشنز اكيوبمنتس. فاتوقع ان شاء الله انه حريصين جدا على سلامتنا، لانه سلامتنا احنا ممكن نكون ناقل للعميل. صحيح. فسلامتنا بالمقام الاول، فسلامه الفريق جاء دائما بالمقام الاول. الفريق جدا حريص، الفريق يتابع من قبلنا بتحاليل دوريه بشكل يومي. نعم. قبل ما يطلع اي حالات يتم قياس حرارته، يتم الكشف عليه من قبل الاطباء بشكل يومي، وايضا المرضى، يعني في تقارير يوميه من تبع المرضى. احنا الان حتى يعني صايرين نزور المرضى بشكل مجاني، اللي يحتاجون، اللي احنا شاكين ان هم محتاجينه. فهذه من المبادرات اللي دائما احنا نقول ما لنا منا ولا فضل فيها، هذا واجب علينا انه احنا، يعني اذا حتم الواجب بالاخير احنا عيال البلد يعني. طبعا. فلازم نقوم بواجبنا، خصوصا زي ما تفضلتي المجال الطبي مجال انساني بالمقام الاول، بالمقام الثاني ممكن يكون ربحي، بس المقام الاول والاخلاقي والانساني يطغى على اي شيء ثاني. كثير فخوره فيكي، وكثير فخوره بإنسانيتك، وكثير فخورة بالأشياء اللي أنت جالسة تحكينا، وكل كلمة تقولينها يعني طول ما حنا جالسين نحاورها ما قالت أنا، قالت التيم.
الفريق 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 يعني من جد أهنيكي وكثير فخورة فيكي. بما أنك ذكرتي وزارة الصحة بحكيك، أبغى أعرف لكم تعاون مع مستشفيات أو حتى وزارة الصحة؟ في ربط بينكم؟ وزارة الصحة أكيد في ربط، لأنه الوزارة هي المشرع الأول لنا، وإحنا نتبع جميع أنظمة الوزارة. نعم. من ناحية الربط بين المستشفيات، يعني مبدئيا ربط رسمي لا، لكن يجينا كثير تحويل من مستشفيات كثيرة بحيث أنه نتابعهم في المنزل. جميل. لكن إلى الآن هي الموضوع عن طريق بشكل فردي. نعم. بحكم على فكرة ترى نوعية الرعاية المنزلية اللي تقدمها إيثار نوعية جديدة تقريبا لها يعني سنة وكم شهر فقط مصرح لها، فإلى الآن يمكن ما دخل تحت طائلة التأمين الصحي. يحتاج توعية أكثر، يحتاج الناس تفهم أنه لا، الآن في مفهوم جديد للرعاية الطبية المنزلية، ممكن تجيك الخدمة وانت في بيتك. تبغى ندخلهم التأمين؟ لا، لسه ما غطاها التأمين، يعني بشكل عام من ناحية التأمين لسه ما تغطى من نظام الرعاية الطبية المنزلية. مرة جميل. لكن إن شاء الله من روتانا خليجية ندعوهم أنه إن شاء الله يستعجلوا في الموضوع، لأنه فعلا في احتياج كبير للناس. إن شاء الله. وفعلا مثل ما ذكرنا في البداية مبادرة رائعة، يعني شخصيا قد حصل معي مواقف نفس الشيء، ما قدرت أطلع من البيت بسبب كنت جدا مريضة، فاضطريت أني أنا أجيب مثلا طبيب. طبعا هذا كان الكلام خارج المملكة، فالحمد لله أنه إحنا تعرفنا عليكم اليوم إيثار، وبإذن الله الله لا يحد يعني أي مسلم على أي طبيب، لكن هذه مبادرة تشكرون عليها وفعلا تفك أزمة، صدقيني تفك أزمة. يعني شيء إنساني في البداية والنهاية، ومع الرؤية أكيد، ومع حياتنا المشغولة، ويعني أشياء كثير تترتب عليها، فإحنا نبغى يعني نطور من هذا الشيء، وإن شاء الله يا رب في القريب العاجل تكون من ضمن خططكم بإذن الله المستقبلية أن يكون يشملها التأمين، لأنه فعلا راح يسوي فرق بإذن الله. بإذن الله. أنا حابة أضيف شيء معين، يعني أنه إحنا دائما نحرص في إيثار قبل كل زيارة نعطي شيء نسميه كونتراكت أو العقد. العقد هذا أنا ودي الناس تقراه وتعرف حقوقها، لأنه كل فرد في المجتمع له حقوق تجاه المعالج، كما للمعالج حقوق تجاه المريض او العميل. انا ما احب اسميهم مريض، لانه ممكن مو كلهم مرضى يعني. صح. وحتى لو كان مريض انا احب اسميه عميل، بحيث انه يحس انه مو مريض وبيكون يعني ان شاء الله بيتمثل الشفاء. فان شاء الله احنا يعني في إيثار الان في صدد انه نوعي الناس بحقوقها، يا حقوقها العلاجيه، حتى بحقوقها تجاه إيثار. صح. حقوقها تجاه المعالج، المعالج لابد أن يفصح عن اسمه، لابد أن يفصح عن جنسيته، لابد أن يفصح عن تصريحه قبل ما تصريح يوصل المنشأة للبيت. نعم، تصريح نعم. المنشأة، وأيضا تصريحه الممارسة. جميل. يعني لابد كلهم أن يكونوا ممارسين طبيين يحملون تصريح من هيئة التخصصات الطبية. واجهنا كثير عملاء، ويمكن هذه اللي أقدر أفصح عنها من المواقف اللي جتنا، واجهنا كثير عملاء صارت لهم مشاكل بسبب أنه الرعاية الطبية اللي كانوا يجيبونها الفريلانسرز. أوكي. ما هم مصرحين، شيء غير آمن، مش موثوق، ممكن يسبب مشاكل صحية كبيرة. وبعدين من وين تجيبينهم؟ يعني لا سمح الله لو صار مثل الفريلانسر هذا ما تعرفين من هو، ولا في إثباتات مثل ما تفضلتي من شوي، أو تصاريح ممارسة مهنة أو مزاولة مهنة أو أيا كان، فعلا أصلا يسبب الخوف في أبسط الأشياء خلود، يعني اللي هي حتى التجميل على سبيل المثال، اللي هي إبرة بس مثلا أو سحب دم أو أيا كان، الواحد يخاف يشيل هم. يعني فما بالك يعني إحنا عندنا كمان مشكلة في التفرقة بين الكير جيفر والممرضة. يعني الممرضة هي ممرضة مصرحة، ونس أن هي أخذت التصريح الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، هي تقدر تعطي إبر، تقدر تسحب دم، تقدر تتعامل مع أي إنفيزف أو جزء داخلي أو في الجسم. لكن الكير جيفر هي مجرد تعتني بالشكل الخارجي للمريض، تعتني بنظافته الشخصية. إحنا نواجه مشكلة بين الاثنين. صح. ونواجه مشكلة حتى مع العملاء، فلما بيقول لي أنا أبغى ممرضة بقول له أنت ما راح تقدر على تكاليف الممرضة، لأنه أنا لما بعطيك ممرضة بعطيك ممرضة مصرحة تكاليفها عالية جدا، لكن أنت لما بتروح مكان ثاني بيقول لك هذه ممرضة ليست ممرضة، هي
كير جيفر او او عامله للعنايه الشخصيه فقط لا غير. يعني من الـ من الـ من المفارقات هذه الكثيره اللي صراحه نحتاج ان نتكاتف بالاعلام ونتكاتف احنا كمان لتوعيه الناس بحيث انه يعرف وما ننسى انه عرف حقوقه هو حمى نفسه بالمقام الاول. جميل. طيب خلود خليني اسالك سؤال مره مهم، في ناس يحبون يتطوعون يحبون انهم يتدربون يجونكم، هل انتم ضميتوا لمجموعتكم متدربين متطوعين؟ يعني زي ما قلت لك احنا شركه ناشئه جديده لكن احنا ويلكمينج، بس يهمنا بالمقام الاول سلامه المريض. فهو اهلا وسهلا انه يتدرب لكن ما اعتقد انه ممكن يمارس ممارسه كامله الا تحت اشراف المدرب. جميل جميل. يعني ممكن تضمون؟ اكيد اكيد، واحنا يعني اكثر داعمين للسعوده والسعوديين يعني. جميل. انا اتمنى انهم يجون المتدربين والمتطوعين باذن الله. خلود يعني ابغى طموحك، ايش طموحاتكم المستقبليه قبل ما اختم معك؟ يعني خلينا نقول طموح الايثار والفريق ايثار، طموحنا نوصل للاهداف اللي احنا نبغاها، طموح انه ربي يقدرنا انه احنا نحافظ على المستوى اللي احنا قاعدين نقدمه من جوده الخدمه. المستوى اللي قاعدين نقدمه صعب جدا والمحافظه عليه هو اكبر تحدي لنا. فاتوقع طموحنا ان شاء الله انه نوري الناس ونكون علامه ونكون مثال لاي خدمات مشابهه باذن الله. خلود شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم، كثير فخورين فيك وكثير فخورين بإيثار من جد. شكرا لك. يعطيكم العافية. هلا وسهلا. هلا وسهلا. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. يعد الرسم من أبرز الفنون الإنسانية اللي ممكن تكون متنوعة باختلاف الأشكال والمواد، أحدها فن الرسم بالرمال. لنتعمق أكثر في هذا طبعا بالرسم على الرمل راح نرحب أكيد بالفنان صالح الخميس، فنان تشكيلي. حياك الله أستاذ صالح. الله يحييك، أنا سعيد بوجودي معكم وإن شاء الله فقرة حلوة إن شاء الله. أبغاك تكلمنا شوي عن بداياتك، كيف انتقلت من الفن التشكيلي لفن الرسم على الرمل؟ طبعا بدايتي يمكن قبل 5 سنوات، ما كانت يعني بداية مرتب لها، فقط هي مجرد إشباع رغبة، هواية بس. وبديت أمارس الكتابة على الرمل في البيت، ما حبيت أنه ينتشر، لكن الأقارب والأصدقاء يعني حاولوا أنه يطلع أكثر. جميل. شلون تعلمت ما شاء الله يعني يا استاذ صالح؟ ما هو ما احس انه سهل، مو زي مثلا الريشه او القلم الرصاص او ايا كان طريقه الرسم التشكيلي، لكن كيف تعلمت التكنيك؟ صحيح، الكتابه على الرمل فيها صعوبه لانه انت تتعامل مع مواد خشنه شوي. نعم. الرمل والخشب فيها صعوبه. حاولت اني اغير من الطريقه التقليديه اللي هي على الورق والقلم، فجبت الفكره والصندوق اللي زي ما انتم شايفين هذا تفكير مجرد يعني افكار هواجيس، ابتكار يعني. حتى اني اخذ الصندوق احيانا في الليل في الحديقه ابدا اكتبه بدون تصوير. يا سلام، ممارسه هوايه واشباع رغبه. طيب ابغاك تبدا لنا ترسم، وابغى كمان تكلمنا وانت جالس ترسم، ابغى اعرف في اي فن ينتمي فن الرسم على الرمل. صحيح، بالنسبة لفن الرمل أو الكتابة على الرمل أعتقد أنه فن مستقل بذاته ولا ينتمي لأي فن. الفن التشكيلي له فروع، الفن الزخرفة له فروع، مثلا فن فهذا زي ما نقول مثلا فن النحت فن مستقل بذاته. جميل. لا نستطيع أن نقول أنه ينتمي أو يتبع لأي فنون أخرى زي الفن التشكيلي. أو الفن التشكيلي يعتمد على الألوان بينما هذا لا، يعتمد على أدوات خاصة. جميل. طيب شاك تبدأ لنا أستاذ صالح، ايش حاب تكتب لنا اليوم او ايش حاب؟ ابد انا مستعد باللي تبون. تفضل ونبدا ان شاء الله، بس يا ريت تخفف الاضاءه. خففوا الاضاءه. طبعا من المواد المستخدمه اللي هو رمل الصحراء. مش محتاجين لون معين، او باستطاعتك انت تقدر تحط اللون من خلال الاضاءه، يعني الاضاءه جميل. تقدر تتحكم فيها مثلا في الوان. اه
يعني الرمل هذا انت تروح تجيبه بنفسك؟ هذا من الصحراء في مناطق عندنا ما تشتريه يعني؟ لا لا ما تشتريه، رمل صحراوي. يا سلام يعني. خاف يخلص الرمل الاستاذ صالح، بكره نشوف عيالنا محملين رمل وجالسين يرسموا. هل تواجه صعوبة بالرسم فيه استاذ صالح؟ كيف؟ يعني تواجه صعوبة؟ هل فكرت انه انت غير الخط ممكن ترسم اشياء ثانية على الرمل؟ اي شيء انا استطيع اني ارسم هذا من خلال مشاركاتي السابقة في الجنادرية او في السباق الفروسية او، فانت تستطيع تسوي اي حاجة من خلال العمل باستمرار، يعني هو يحتاج ممارسة لأنه في خطاطين فنانين أفضل مني لكن فيها صعوبة لما يجي يتعامل مع الرمل ومع الخشب مختلف. فيها صعوبة. نعم يعني أنت قلت لنا الأشياء الأدوات المستعملة اللي هو الرمل أكيد إيه، وإيش تسميها هذه؟ إيش اسمها؟ البورد ولا بطاولة؟ وإيش تسميها؟ طاولة. بس طاولة يعني أنت تسويها ولا أنت تطلبها ولا تلقاها جاهزة؟ لا لا أنا أروح أسويها وأقول أبغى طول كذا عرض كذا، وحط إضاءة داخلها والإضاءة أنا اللي أتحكم في الإضاءة. إيش هذا اللي فوقها؟ هذا بلاستيك سبوت لايت يمكن؟ بلاستيك أبدو زجاج. أنا من دمجة يا جماعة أشوفه بالشاشة. وبعدها تستعمل كمان معها الخشب. بالخشب عادي. وهذه الخشبة أنت كمان مفصلها تفصيل؟ لا لا هذا موجود في المكتبة. موجود. هذا موجود. حق الرسام. أي نعم. يا سلام. مثلا نكتب روتانا خليجية. النوع الرمل قلنا جبناه من الصحراء العادي. نعم صحيح. طيب أستاذ صالح يعني كلمنا شوي وأنت جالس ترسم لنا على فعاليات اللي أنت حضرتها. والله مبدع يا أستاذ صالح من جد. الله يطول عمرك. يعني انا مركزة بالشاشة جالسة أشوف، ماني قادرة أوصل لك فمركزة بالشاشة جالسة أشوف إبداعك. ما شاء الله. الله يطول يعني عمرك. انت الان ربطت بين اثنين، ربطت بين رسم وربطت بين خط. ايه. نعم. فهل الاشياء هذه لازم تكون بالرسام متواجده انه انا اتعلم انه انا اكون خطاط ورسام، ولا هي شوف في خطاطين زي ما قلت افضل مني بمراحل لكن فيها صعوبه التعامل هنا الرمل. صحيح. رمل خشن هنا خشن. صحيح. التعامل صعب يعني في فنانين افضل مني بمراحل حاولوا بس ما قدروا يعني قد يكون الممارسة لها دور. أكيد. أي. جميل. الخط اللي تستعمل أستاذ صالح هو الخط الديواني صحيح؟ صحيح. طب ليش يعني تركيزك كله عليه؟ ما فكرت تتوسع مثلا أكثر أو أنه ممكن أنه أنت يعني تبتكر شيء جديد؟ يا سلام عليك سؤال جميل. أنا دائما أركز على الديواني لأن الديواني فيه مرونة. أنا لما بكتب روتانة خليجية بخط النسخ أحتاج مساحة كبيرة، الطاولة هذه ما تكفيني أحتاج مساحة أكبر. لكن ما عندي مشكلة أكتب الرقعة بالنسخ بديواني فارسي. أيوة. ما في مشكلة. لكن الديواني فيه مرونة والأحرف تتداخل مع بعض يعطيك جمال أكثر. والله أنا أحس عندي مواهب مدفونة يعني من غناء من رسم. شو رأيكم أروح أجرب أرسم مع أستاذ صالح؟ يمكن أنه أطلع بموهبة جديدة ممكن أنه أنتم تدعموني فيها. طبعا أكيد الإدارة. شو رأيكم مخرج نقوم؟ يلا بتعلم. أنا خطاطة من أول والحمد لله رسامة ومطربة تحت الإنشاء. يا سلام. فاليوم حأجرب معك. الله مسحتها بثانية ما شاء الله عليك. ايه؟ هذه طريقة المسح. طيب في أظفر ناقص عندي فعادي. يلا. أوه لا الراء ما يحب. صح هذه راء. أوكي جميل. طيب نعم. استاذ صالح بس معلش عشان الكاميرا تبين خط رندا. والله استاذ صالح ممكن تجلس تسالني. تفضل. رندا على بال ما تخلص رندا. ما شاء الله يعني نشوف كيف خطها في الشاشه. نبغى نسالك الحين عن مشاركاتك، ايش المشاركات اللي شاركت فيها والفعاليات؟ شاركت في الجنادريه. ما شاء الله. شاركت في كاس ولي العهد الفروسيه. شاركت في رالي حائل مرتين، مشاركات عديدة يعني ما أقدر. كيف حسيت وشعورك؟ جدا أنت لما تكتب قدام الناس ولها طابع خاص، يعني لما شاركت في الجنادرية كتبت 7000 اسم. ما شاء الله عليك. 7000 اسم خلال 12 يوم، فلما تشوف الجمهور كل واحد ينتظر اسمه تكتب تحس يعني في يعني طاقة إيجابية أكثر. أكيد.
رسمت لك سحر استاذ صالح. نشوف رسمه رندا. ايش رسمتي يا رندا؟ والله كتبت اسمي. الله. وحطيت قلب، لو سمحت ركزوا على القلب. تذكرون قلب ابو سهم؟ هذا انا، هذه صحراء، عرفتم انا تايهه بالصحراء. وش رايك استاذ صالح؟ لازم تقيم خطي استاذ صالح. هذا الخط ما اعرف اي خط استاذ صالح، فابغى اعرف انا وش كتبت اي خط. هذا راح يدرجون ان شاء الله من ضمن اللغه العربيه مستقبلا. مره شكرا استاذ صالح، على الاقل عزز لي قدام الكاميرا. والله شكرا لك استاذ صالح من جد. طب الشخص من جد يعني حقيقي اللي يبغى يتعلم مثلا زي رندا، زي اي احد من المشاهدين، ممكن انه يعجب الموضوع يبغى يتعلم، لانه فعلا احسه ممتع. احس بس يعني انسيابيه الخط، انسيابيه الخشبه، احسه شيء ممتع، بالذات الناس الحين قاعدين في بيوتهم، فاكيد يبغون شيء يمكن يجربون جديد. اتوقع هذه اشياء يمكن متوفره رندا في البيت. الطاوله ممكن انه بطريقه او باخرى يسوونها، جيبوا درج المطبخ. يا سلام، شوفوا والله استاذ، شفت استاذ صالح جالسه اعطيهم خيارات. والله فعلا احنا درج والرمل موجود، فكيف يتعلم الشخص؟ الادوات موجوده وسهله جدا. انا نشرت اكثر من مقطع في موقعي في الانستغرام في انه كيف تتعلم، تعلمهم يعني، تعطيهم دورات سهله وموجوده يعني. جميل. ما تحتاج يعني تكلفه، وبعدين لا ينتهي، ولا انت محتاج مشتريات. صح. ولا ادوات. يا سلام. اقتصادي كمان. هذا القلم الخشب الآن له 5 سنوات. أوه. نفس القلم. والله 5 سنوات. ما شاء الله. الله يعطيك العافية أستاذ صالح الخميس، يعني فعلا، وشكرا على هذا الإبداع، ونتمنى لك المزيد من التوفيق والنجاح، ونشوفك إن شاء الله يعني من أكبر فنانين رسم على الرمل. الله يطول عمرك، وأنا سعيد جدا. شكرا لك. الله يطول عمرك، شكرا لكم. أستاذ صالح، لو ترسم لنا شيء نختم عليه قبل ما نختم معك. أبشري. بس الإضاءة يا ريت تكون أخف. خففوا الإضاءة. على السريع طبعا. ها، على السريع. على بال ما يرسم استاذ صالح، خلونا على كذا ننهي حلقتنا مشاهدينا اليوم، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الموعد باذن الله.